هذا قديفة درجة أولى هذا على 12 على 12 حلو هذا ذني هذا ذني على 20 هنا عندكم هذا السوق ملابس رجالية أكثر شيء الشتوي موجود طبعا مال عرس ب 170 كم قطعة ثلاثة؟ خمسة يا هلا احنا حاليا موجودين بالبصرة وتحديدا حنصور لكم سوق العشار ذهب ملابس انشائيه كرزاق سوق العشار تشوفون هذا اشهر واحد يبيع لبن بشارع الكويت هذا هو شارع الكويت ومن هنا سوق العشار هذا شارع الكويت تجون تشربون لبن يم هذا الرجل الطيب شتاء صيف موجود يبيع بطريقه كلش حلوه تشوفون ان شاء الله كلاس على 500 ابو علي طبعا ينصب الثلج بطريقه مثل ما تشوفون هنا بشارع الكويت الكوره زين ها الكوره بالعافيه الله يحفظك علي علي تحضر علي دايم اشكرك والله كل خير والله عشت ايدك ابو علي طعم رهيب يومين تفتح بأي ساعه انا من 95 ما شاء الله بي ساعة تفتح بي ساعة تعزل ماني بالليل ما شاء الله جامع ومقام علي بن موسى الرضا الإمام الرضا عليه السلام سبحان ياكم أبو عباس أو أبو عباس أقدم واحد يبيع سمبوسة بالبصرة هاي سمبوسة أبو عباس اللفه بلف تاخذ وصل وتقزم سرن وناتها كراث وماش جنب سمبوسه ابو عباس هاي الشغلات البلاستيكيه مال المطبخ هذا مقلاص في المطاره شلون سعره؟ اعلى 3000 دينار حافظة دولكات تشوفون ذني شلون سعرها استاذ؟ ليش هاي؟ 5000 ذني اسعارها تبدي من الالف ل 5000 دينار ذني الكبار تشوفوهم؟ دول كارد يعني شلون سوق الوزيريه الصناعيه عندنا ببغداد هاي المصافي كل احجامها سوق المال النفايات جزامات تقريبا مثل سوق الوزيريه عندنا ببغداد انا جيت صورته بخليجي 25 بس كان تصوير على السريع ووقتها العالم وطلبت من عندي انه ليش ما صورته على كيفنا كنا مستعجلين حتى نحضر اللعبه بوقتها كان زخم كلش كبير على البصره مو مثل هسه شويه اريح والطف هاي بدايه انشائيه راح نبجي هسه على الملابس والذهب والكرزات هنا مال عمره تجهيزات السلام عليكم شلون اسعار هذني؟ 20 هذا الكامل اي بركات الحسن هذا الحرام بيش؟ 35 زي هندي شلون سعره؟ هو نفس هذا زي ها كم 35 هذا ب 25 سيت كامل وهذا بيع على ابيض 25 بيع على ابيض 25000 ما شاء الله لو عبي ذني العبايه بيش هاي؟ ها من 50 لل 70 لا لل 90 هاي بركات الحسن ممنونك
سجاده حلوه هاي. شلون اسعارهم استاذ ذني؟ ليش ذني استاذ؟ هاي خمسه الوحده. وحده بخمسه، درزن. درزن 36 يطلع بفتره. درزن ب 36 ما شاء الله. هاي الفوطه بيش؟ هاي هنا تجهيزات مال العمره، هذا حزام 5000، هذا تفو حول الاحرام ان شاء الله. متروحون العمره للرجال فيتكم هذا. هاي شلون سعرها هاي؟ بالجملة بخمسة ونص تطلع. ذكرونا بأيام العمرة. السواق بيش؟ خمسة. ما شاء الله. شائية همية تحصلون هنا. سوق العشار سوق كلش حلو ما شاء الله. زيت الوذني، المري، الصيدليات. السلام عليكم. كلش حلوة هذني الصحيات، شيء مرتب. هذا هم زاهر وهم صابون ما شاء الله، من افخم المحلات اللي موجوده سوق العشار. شوفوا هذا السير كيف حلو. هذا شلون سعره؟ هذا سعره 800000 بالالوان، كلش راقي جديد. هذا الاسود بعد احلى. هذا وذني بيش استاذ؟ هذا 220. 220 هذا 220؟ هذا ملكي ب 400000. هذا واحد هذا شوي مكان كبير. اي 60. هذا 60؟ اي 10000. بيش هذا؟ هذا 375. طبعا شنو مثل الشورج، هذا السوق مقسمين سوق 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 مال اشائيه، سوق مال ملابس، مال احذيه، سوق مال كرزات. هذا التيبل لام كلش حلو بصراحه. شغلات هنا صدمتني جمالها، ما شفت منها ببغداد. تدرون انا ايش قد يعني اصور الاسواق اللي موجوده بالشورجه، بالوزيريه، بالنهضه، ما شفت شغلات حلوه للامانه. اعتقد هاي هنا يجيبوها من الكويت. هذا شلون سعره هذا؟ شلونك؟ شلون الصحه؟ شلون سعره؟ هذا 45. هذا 45. اسمح لنا شوي نصور جوه. هاي شلون سعره هذا؟ 60000. ذني مال تقديم الصواني، ذني مال تقديم العرباين هم حلوات. ها شلون سعرها؟ 140. حلو تفاصيل هذا المحل، كلش راقي بصراحة. هاي مال بلازما عندكم. شوف هاي النزاكة شو حلوة. هذا الزرع الاصطناعي بكل تفاصيلها موجودة هنا. حلوة ذني، واحد يخليه ديكور بالبيت. انا اعتقد هذا الفيديو راح تتونسون عليه كلش هواي، لانه شغلات بصراحه ما مطروقه هنا. أنا. طبعا بيه تفرعات كلش هواي السوق. شو تصور شغله شغلتين هذي الحلوات. هاي خواشيك، الحلوات ذني. هذا قواري مال تقديم، صواني، شيء احلى من شيء ما شاء الله.
ما شاء الله صدق صدق شيء مرتب وعجبني. هاي حلوة هاي مال خلاقل. السلام عليكم. يعني حلوات كلش. استاذ يا ولد اخي شلون اسعار هذين السنين؟ 100 ذني على 100,000 كلش راقيات. شلون صحتك؟ محلك ما شاء الله تحفه. انا من بغداد وبغداد ما شفت ايش ترتيب. الله يرزقك ان شاء الله. ذني شلون اسعار هذين السيتات؟ الوضع متفاوت يعني 5,000 انت اي وصل ل 20 ما شاء الله. هذا بيش هذا؟ هذا بيش؟ واحد صاحب شهادة واحد صيني. ايه 25,000. حلو هذا. حلو هذا بيش هذا؟ 10,000 كلش حلو. تطبينا على سوق الأحذية والجنط هاي المدرسية الشغلات العسكرية هم الموجودة هنا. السلام عليكم. شلون سعره هذا حجي؟ 15. الجنط مال سفر هم تحصلون هنا مال اطفال حقائب مال السفر بكل قياساتها موجوده هنا. تبدا اسعارها من 30,000 إلى 50,000. تشوفون سوق ببطن سوق سوق ببطن سوق الى ان نوصل الشارع الكويت. سوق الملابس هاي دشاديش الشتوية على 5,000 دينار و7,000 دينار. ما شاء الله. ليش؟ هاي هذا شلون سعره؟ هذا حبيبي على 10. على 10 هذا؟ اي حبيبي على 10. حلو هذا ديزاينه. على 10,000 دينار. هذا تراكب بيش؟ هذا 15. هاي. بنا على 15 تراكات. ملابس الشتوية كلش هواي موجودة هنا. هذا قديفة. هذا قديفة درجة أولى هذا. على 12؟ على 12. قديفة درجة أولى على 12,000. عندك جوه ناطر قديمه عندك على 8. ايه عارف هذني هذني على 8. هذني شنو قماشهم؟ هذا قديمه درجه اولى. ايه والله حلوه هذني. بيش؟ على 8 هذا. على 8 حلو. هذا التايجر اللطيف هذا البرازيلي عندي حلوه ديزاينات. هاي الجلايد هاي تبدا اسعارها من 2,000 إلى 5,000 دينار. ما شاء الله. تراكات مال اطفال شلون اسعارها ذني؟ على 20,000. هاي الفساتين السلام عليكم. من اشقد اشقد؟ 28,000. هاي ايش قد اعمار تلبس؟ ها؟ لا احنا ايش قد اعمار تلبس؟ ايه من 6 إلى 11-12 سنة. المال حقائب نسائية واحذية كلش عجبني. السلام عليكم. شلونك حبيبي؟ شلون صحتك؟ شلون اسعار هذني؟ على 20؟ حلوة ذني. هاي مودة حديثة جديدة؟ اه
كل هنا بعشرين لو اكو يعني اغلى؟ هذا الموديلات على 20 فوق على 15 على 15 كل الطعم كاشون درجة اولى. ايه بس انت لازم تطلع ثاني. هاي بيشها هاي الكريستال سعرها 30 هاي 30 زين ذني على 30 يعني من 15 ل 30 واجل لك الله ذني الاحذيه هم نفس الشيء 15 20 محل عجبني بالعشار شفته حلو بنوتات يحبن هاي السوالف خدمه توصيل جميع المحافظات شلون اسعارهم ذني العفو جمله هنا يبيعون جملة ما شاء الله هنا عندكم هذا السوق ملابس رجالية أكثر شيء الشتوي موجود طبعا شوفون ما شاء الله الواد ذني شو سعره 15000 هذا مثل الكابوي حلو هذا شلون سعره هذا 20000 شلونك ان شاء الله مرتاح الحمد لله شلون صحتك ذني ابو جامع عجبني بيش ذني على 15 هاي هي ابو جامع هي بنطلون مو هذا لطيف يعني خامته حلوه بيش 15 بعدنا مستمرين بالسوق اصدقائي في سكتشرات حلوه شو السعر هذا؟ هذا على 25 مخلص صلياته 25 وين بالله هذا شكله 43 شفناه؟ هنا الحقائب مال السفر هاي مال خصر كلش لطيفة شلون سعرها؟ 8 هاي شلون سعر هندني؟ 17 ما جينا طبيش هذا؟ مال عرس 170 كم قطعة ثلاثة؟ خمسة عاشت ايدك بلوات والله حبيبي عاشت ايدك بعدنا مستمرين طبعا هنا تلقون هاي محلات مال انشائية مال الكوسترات المطارات هنا العربات مال شبس الدرج والانشائيه كل شيء موجود هنا السلام عليك زاد فضلك يا حبيبي ممنون انتهت جولتنا اليوم سوق العشار بالبصره ان شاء الله عجبكم هذا الفيديو ان شاء الله نرجع دائما نصور لكم مناطق حلوه بالبصره لا تنسون الاعجاب والاشتراك والصفحه اخوكم علي العراقي ان شاء الله نروح لكل مكان بالعراق